السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد التجربه اللي هي هاد المنتجات هذه ديال ماي واي، اللي هي معروفه هاد الايامات، يعني ديك الشركه معروفه بالمنتجات ديالها، خاصه ديال التجميل، ديال التنظيف، فيها كل شيء. هذه المنتوجات ديال ماي واي الخاصه بالشعر كما كتشوفوا معايا، اللي هي معروفه ويعني وجربوها الناس بزاف، وحتى انا جربتها وبغيت نتقاسم معكم واحد يعني التجربه ديالي الخاصه. تقريبا شهر ونص وانا كنستعمل هاد المنتوجات هذه ديال كما كتعرفوا انبات الفراغات ديال الشعر، فيها هاد الزيت، هاد السيروم، وهذا الشامبوان كما كتشوفوا، وهذا سبراي. بالنسبه للاستعمال ديالو، فهذا الشامبوان كتغسل به عادي، كتغسل به الشعر ديالك، من بعد ما يعني ما كتغسل الشعر ديالك وكتخرج الشعر ديالك يكون باقي مفزك يعني مبلل، غتعمل له هاد السيروم هذا، تعملو غير شويه في يدك وتبقى تدهن به فروه ديال الشعر. وبالنسبه لهاد سبراي كتعملو جوج مرات في السيمانه، فانا جربتو كنت كنعملو انا 3 مرات في السيمانه باش تعطيني يعني النتيجه في اقل مده، ينبت الشعر. صراحه انا جربته وعطاني النتيجه هائله، نتيجه عجبتني بزاف، وغنستمر يعني على هاد السيروم هذا. هذا اللي يعني كيتقاضى دغيا، باقي فيه شويه، هذا كما قلت لكم شهر ونص وانا كنستعمله. بالنسبه لهاد الشامبون يعني غيديكم وقت طويل بزاف، كما كتعرفوا الحجم ديالو كبير، وحتى هو يعني مزيان، حتى انا جبرت عليه النتيجه اللي هي واعره بزاف. وهذا السيروم هذا حتى هو دغيا كيتقاضى، واخا انكم كتعدلوه ماشي يعني وقتاش ما دوشتو كتعدلوه، لا كتعملوه حتى هذا مره ولا جوج في السيمانه، فكما قلت لكم انا باش يعطيني النتيجه يعني في وقت وجيز. كنت كنستعمله فوقاش ما عملت دوشت بهاد الشامبوان كنستعمله. بالنسبه لهذا كتستعملوه جوج مرات يعني في الاسبوع، وكما قلت لكم الا بغيتو تستعملوه 3 مرات يعني كما كنعمل انا باش تعطيني النتيجه في وقت وجيز، كنعملو بالليل سبراي، كتعملو بفروه ديال الشعر، وكتعملو واحد المساج بشكل دائري للشعر ديالكم باش هيدا باش يعني يعطيكم نتيجه احسن. صافي، فهادو هما المنتوجات اللي بغيت نتقاسم معكم يعني من شركه ماي واي. وبالنسبه للبنات اللي ما كنتنجحش معاهم الوصفات الطبيعيه، بالنسبه للوصفات الطبيعيه البنات هي المشكله، كما كيعرف بزاف البنات خصها وقت طويل. اول حاجه خصها الوقت طويل، تداوم على الحاجه، تداوم على واحد الوصفه ودوم عليها مثلا 15 يوم او حتى شهر على واحد الوصفه، حتى الا ما عطاتلكش النتيجه تقدر تبدل الوصفه، ماشي كل مره كتعملوا وصفه واحده، وصفه يعني مختلفه على اخرى وبغيتو تعطيكم النتيجه في وقت وجيز. لا، كما كتعرفوا ان الوصفات الطبيعيه يعني كتدي الوقت، خص الوقت وخص يعني الخاطر. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا ما كتنجحش معنا الوصفات الطبيعيه، بالنسبه للوصفات الطبيعيه فعندها الطريقه ديالها، اكيد الا تبعتوا الطريقه يعني بشكل صحيح وتبعتوا الوصفه فاكيد غتعطيكم نتيجه مع المده. كما قلت لكم ان الوصفات الطبيعيه، حتى انا كنجرب وصفات طبيعيه، انما كنجرب بزاف ديال الحاجات، كتمر واحد المده عاد كنجرب واحد الحاجه اخرى. بالنسبه للبنات الا كان كيطيح لكم الشعر بزاف يعني بشكل متواصل فوقاش ما دوشتو كما كتعرفوا، فطرق كاين طرق بزاف من الوقايه ديال التساقط ديال الشعر، عاد تعدلوا الوصفه. بالنسبه للبنات الا كان كيطيح لكم الشعر بزاف، خصكم تعرفوا السبب باش تعالجوه، خصكم تعرفوا السبب باش كيطيح لكم الشعر هو الاول، عاد تقدروا تعالجوه، عاد تبداو بالمعالجه ديال حد من تساقط ديال الشعر هو الاول، عاد تقدروا تعدلوا الوصفه الطبيعيه ديال نمو ديال الشعر. بالنسبه باش تعرفوا يعني السبب باش كيطيح لكم الشعر، كاين سبب اللي هو هرموني، كاين سبب اللي هو صحي،
كاين الفيتامينات ناقصين، يعني الفيتامينات، وكاين فقر الدم. فقر الدم اللي هو أغلبية البنات كيكون فيهم فقر الدم، يعني السبب باش كيطيح لهم الشعر. وبالنسبة لفقر الدم كما كتعرفوا أنه كاين أكلات، كاينين يعني الوجبات اللي هي كتعالج فقر الدم. وبالنسبة للفيتامينات، يعني كاين يعني الفيتامينات اللي كيتواجدوا في الصيدليات بحال فيتامين او، بحال فيتامين دي، يعني كاين فيتامينات بزاف، فيتامين بي الا بغيتو يعني تشريوه من الصيدليه. والا بغيتو ديك الفيتامينات كاين في مواد طبيعيه، يعني اللي كناكلو عاديه، بحال البقوله، بحال البقوله، بحال البربه، بحال الطيحان، بحال يعني الكبده، اللي فيهم يعني بالنسبه لي فيهم فقر الدم. وبالنسبه كما قلت لكم الفيتامينات تقدروا تشريوهم من الصيدليه حتى يوقف لكم يعني تساقط ديال الشعر، تعرفوا ان يعني السبب اشنا هو، عاد تبداو في الوصفات الطبيعيه ولا الوصفات كما قلت لكم تشريو منتوجات بحال هيدا، خصوصا من شركات يعني معروفين، كاينين بزاف د الشركات والاسماء، يعني بغيتو تجربوا الحاجه. ولا ما بغيتوش يعني تستعملوا الوصفات الطبيعيه عاديه، كاين وصفات بزاف وباقي ان شاء الله غنتطرق ليها في هاد الاسبوع هذا. بالنسبه للطريقه باش تجيكم وصفات ديال الشعر، يعني باش تجبروا النتيجه، اول حاجه خصهم يكونوا المسامات ديال الشعر يكونوا مفتوحين. كيفاش خصهم يكونوا مفتوحين؟ اول حاجه التنظيف، خصنا ننظفوا الشعر ديالنا مزيان بالشامبوان والماء عادي والماء سخون. كما كتعرفوا ان الماء سخون كيفتح المسام ديال الشعر، ملي كتفتح ديك ملي كتغسل مزيان وكت في الاخر يعني تدويشه ثانيه ولا على حسبكم نتوما، الا كنتو كتغسلوا الشعر ديالكم واحد المره ولا جوج، المهم في الاخر خصكم تعملوا الماء يكون فاتر، يعني يكون سخون بزاف باش المسام كتفتح والوصفه اللي عملتو يعني كتغدي الشعر وكيشربها ديك الزغبه، يعني كتشرب ديك الوصفه يعني بشكل طبيعي، وعاد تقدروا تعطيكم نتيجه. بالنسبه للشعر اللي عنده القشره، اول حاجه خصها تعالج ديك القشره، عاد يمكن ليها تستعمل وصفه يعني من وصفات ديال النمو ديال الشعر. بالنسبه الى بغيتوا تعملوا بزاف ديال الوصفات، منها كاين وصفات بزاف يعني اللي هي فعاله بزاف الا داومتوا عليها، فانا متاكده انها غتعطيكم نتيجه. كما كنت انا اللي كنجرب يعني بزاف ديال الوصفات وكانوا كيعطيوني نتيجه، منهم البصله، الماء ديال البصله، منهم التومه يعني في الزيت دافيه، زيت الزيتون، منها القهوه، قهوه تغليوها عاديه وتصفيوها بحال القهوه اللي كنشربوا وتعملوها في البخاخ بحال هيدا وترشوها على الفروه ديال الشعر من بعد ما تغسلو. وكاين عاوتاني العظام ديال التمر، يعني تغسلوه مزيان وتنشفوه وتعدلوه يتحرق، تحرقوه على يعني المقله ديال اللي كنعملو فيها مسمن اولا هذاك، كتعملوه حتى يتحرق مزيان وتطحنوه وتعملوه وتغربلوه وتعملوه بحال في الزيت، زيت دافية، زيت الزيتون، او لا تعملوه الماء بحال القهوة، تغليوه في الماء مزيان وتعملوه في البخاخ كما قلت لكم، ومن بعد ما تدوشو يكون باقي يعني بالماء سخون، يكون باقي الراس ديالكم يعني باقي سخون، وترشوه في فروة ديال الراس. كما كتعرفوا ان البصلة بزاف ديال البنات ما كيبغيوش يعملوا هذه الوصفة حيت كتخلي الريحة في الشعر. بالنسبه باش تزالكم ديك الريحه، كاين جوج الوصفات، تغليو الزعتر في الماء من بعد ما تعدلوا الوصفه ديال البصله وتغسلوا الشعر ديالكم مره ثانيه، تعملوا ديك في البخاخ كما قلت لكم وتعملوه في الشعر كامل، تخليوه هيداك كيعطي الريحه مزيونه وكتزال ديك الريحه ديال البصله. والوصفه الثانيه اللي هي المعدنوس، تغليوه في الماء وتخليو ديك الماء ديالو حتى يدفى شويه، من بعد تعملوه في نفس الطريقه اللي عملنا فيه الزعتر، وتخليوه تعملوه في البخاخ
وتدهنوا به فروه ديال الراس ديالكم، فروه ديال الشعر، تخليوه مزيان، كيحيد يعني الريحه ديال التومه ديال البصله. فكنتمنى يعني اللي عجبها الفيديو تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. وطبعا الى استفدتوا من الفيديو يعني تخليوا لي جيم، هيدا باش نعرف انا اين نوع ديال الفيديوهات اللي بغيتوا تشوفوهم على القناه. ومع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.